بس <applause> لي امري واحل العقدة من لساني هو قولي يمكن تكونوا ملاحظين انه الليلة الحلقة شوية كده شكلها مختلف شكلها عندنا حياة كثيرة في حلقة الليلة كده نشوف فيها طيب آه تذكروا في الحلقة السابقة تقريبا اتكلمنا عن اتكلمنا عن الظاهره بتاعت المذيعين اللي بقوا يترشحوا لرئاسه الجمهوريه وكذا وقلنا ما فضل الا انا يعني تقريبا كده من المذيعين الذي لم يعلن ترشحه لرئاسه الجمهوريه 2020 ومن ضمن محمد يوسف اللي هو اتكلمنا عنه في الحلقه السابقه وورينا الشعار بتاعه وورينا قالوا شنو وافتكر انه خونيتو متذكرين <applause> نحن بقدر ما انه تكلمنا عن هذه الظاهره وانتقدناها باعتبار انه دي شخصيات عامه ينبغي انها تتعامل بمسؤوليه مع مثل هذه الاشياء بقدر ما سعدنا انه اخونا محمد يوسف اعتذر في اليوم التالي وقال انه دي مداعبه لطيفه منه وكده ما ما قاصد اي حاجه فيبدو انه القصة جابت يعني، إن شاء الله تبقى دعابة والناس ما تتداعب في حاجات زي دي، لأنه دي حاجات فيها مسؤولية وفيها كده، ونتمنى إنه التانيين يعتذروا يعني، إن شاء الله في الحلقات الجاية نسمع إنه التانيين اعتذروا أو على الأقل القنوات المسؤولة منهم تبقى مسؤولة وتسألهم من الموضوع ده في عنه، والله لأن هذه مسؤولية في النهاية، نحن آه عندنا في الصحافة برضه رئيس التحرير مسؤول من محررين كده كده يعني، ف... قبل ما اخش على مكارم واشوف مكارم دي ماله من متابعاتنا في في الفيسبوك خلوني اقول ان كل حاجاتنا كل حاجاتنا كل حاجه اي زول يجي في التلفزيون من المذيعين يقول لك في كل حالاتنا لقينا كده لكل حاجاتنا حصل كده كل دي سكنا شنو والله انا ما فهم يا ربي موضه ولا هي ثقافه ولا ده شنو يعني هل بقينا يعني نعمل ثقافة في اللغة يا اخوانا؟ نحن الأخطاء زي دي يا اخوانا صراحة في الإعلام نحن دارين دارين نقدم للناس حاجة ودارين آه الناس تستفيد مننا يعني فما ممكن نجي يعني نلعب اللعب ده كله في اللغة العربية يعني. في كل ما سكنش لكل ما عارف زي اللي موضة كده ولا ثقافة فخلد خلينا يا جراهام نشوف آه مكارم الليلة آه أنا حقيقة تابعتها أكثر من في صفحتها آه مكارم بدت بأنزف يا جريح وتعال شوف اللي حصل مكارم بشير يعني هي مطربه معروفه بدت تعمل معجبين صوتها جميل الناس بدوا يلتفوا حولها ما بعرف جريحة شنو الكسر قليبة شنو يا اخواننا ما ما معروف كدين هي وقفت على كده يا جراحام بعد ما جريحه جات خشت تاني في حته مهمه جدا وقالت كلام انا تابعت التعليقات اللي فيه وكانت تعليقات كثيره جدا جدا بطبعي اكره الاستعباد وهو كان طمعان يستعبدني مدى الحياه اكتشفت الشيء ده بدري ده جننه وخلاه عايز يخرب علي باي شيء بأغلى ثمن وقد فعلاً أريد أن يدمرها قالها أمامي كذب ما شئت وافعل ما شئت ولا تدع أحداً إلا وتذكرني أمامه بالسوء إذا كنت تعتقد أن يد الله لن تطالك وإذا كنت شجاع أظهر بهذا البوست أنا تابعت البوست يا أخواننا ما ظهرت زول مكارم مالك يا أخي في شنو اللي حصل شنو يعني اشرحي لينا يعني أنت زولة فنانة جميلة وعندك مستقبل وبنفتكر أنه البلد دي هتستفيد منك يعني علينا قال يكون في امتداد لجيل الغنو بعدين نحن عندنا راي في بعض الاغنيات حنقوله علينا قال ما شفت انك غنيتها يعني فما عليك ده الدار دار استعبد يكون مشكله شنو شكيتي للناس اللي هضاق بيك للدرجه دي يعني القصه دي وهل انت عارفه انه لما انت في الفيسبوك انت شخصيه عامه يعني الكلام ده بيقروه كل الناس فهل الرسائل الخاصه زي دي محلها الفيسبوك اللي في صفحتك العامه اللي حيشوفوها الناس وشوفناها نحن وجبناها الليله فعشان كده نحن دايرين نعرف يا مكارم فيش عشان نقيف معاك اذا في زول دار استعبدك ما بنقبل نحن استعبدوا فناناتنا يعني على الاقل انا آه شوف ثاني آه لسه مكارم عندها لسه في صفحاتها آه قالت اي دمعه بتتنسي ما عادت تلك التي تجرح العين والخط فانك تذكرها وتعاني الامها كلما كلما حزنت هي حزنانه وفي زور عنده مشكله مع مكارب القصه شنو؟ مكارم بشير يعني انت زوره فنانه وزوره جميله ونحن بنتمنى لك مستقبل باهر ونتمنى انك تمشي لقدام والناس يستفيدوا يعني حقيقه من الـ من الـ من الاخبار المحزنه جدا 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 في هذا الاسبوع وفاه زوجة الفنان ابو عرق البخيت وهي يعني هي في نفسها غنيه عن التعريف دكتوره عفاف الصادق حوض النيل يعني يعني يمكن الرحيل بتاعه يعني احزن معظم الشعب السوداني لانها كانت متفرده الراحله كانت متفرده جدا في كل حاجاتها يعني وقدمت الكثير جدا هي بنفسها قدمت الكثير جدا من غير ارتباطها بأبو عارك البخيت فهي يعني مذيعة معروفة عندها برامج إذاعية عندها رسائل قدمتها وعندها أشعار تغنى بها أبو عارك البخيت عفاف الصادق حمد النيل أستاذ مساعد القسم التربية وعلم النفس الكلية كلية التربية للبنات أه الجامعه جامعة جازان العمل الإداري رئيسة قسم التربية وعلم النفس أه تاريخ الميلاد 1954 الحالة الاجتماعية متزوية وعدد الأطفال تسعة عدد المؤهلات بكالوريوس جامعة السودان كلية الدراما التخصص في النقد الأدبي والدراسات المسرحية الماجستير المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم معهد الخرطوم الدولي لتعليم اللغة العربية التخصص تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها والدكتورة من جامعة درمان الإسلامية كلية التربية التخصص المناهج وطرق التدريس الخاصة الخبرات الإذاعية الكبيرة التي اكتسبتها الراحلة مخرجة إذاعية مديرة إدارة التدريب ومديرة قسم الدراما مديرة إذاعة البرنامج الثاني والمدير العام والعضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة الأشقاء للطباعة والنشر والتوزيع 98 2002 المدير العام لمجلة كي مارس الإعلامية الجامعات أستاذ مشارك جامعة الأحفاد وجامعة المدن الأهلية أستاذ مساعد جامعة جازان كلية التربية الأقسام الأدبية الصحافة مشاركة في الكتابات الأدبية والعلمية والثقافية في كل من جريدة الأضواء الأيام الرأي العام الخرطوم الحرية الصحافة وشاركت في تحرير صفحة المنوعات في جريدة المنوعات والمدير العام لمجلة كي مارس التلفزيون المشاركة في تقديم برامج أدبية وثقافية ومقابلات بالإضافة إلى برامج الأطفال. آه هذه كانت الراحلة الدكتورة عفاف آه الصادق حمد النيل لها الرحمة والمغفرة ويعني تقريبا الحزن عليها والله عما طبقات كثيرة جدا وخاصة إنه يعني هي ارتبطت ارتباط وثيق جدا وكانت تجربة من أجمل التجارب الزوجية اللي بتمر علينا يمكن في السودان. وتجربة كانت نموذج صراحة فيها كل الوضوح وكل الشفافية حتى في الأجهزة الإعلامية وكل الناس بيذكروا والآن يتداولوا قصيدتها المشهورة في الأستاذ أبو عارك البخيت يبدو أنه جانا تلفون يا أخواننا بنرجع له التلفون زي ما قلنا الدكتورة لها الرحمة والمغفرة علاقتها بالاستاذ الفنان الكبير ابو عارك البخيت علاقه اصبحت نموذج يعني الان الناس بيلتقطوا قصائدهم ونحن يمكن عندنا مشكله يا اخواننا زي ما تكلمنا كثير جدا في في علاقاتنا الزوجيه وفي تعاملنا معاه وحيائنا ولكن هؤلاء قدموا لنا نموذج وهم نموذجين صراحه كانوا متكاملين جدا هي وزوجها ابو عارك البخيت ربنا يمد لنا في عمره ويقدم لنا الكثير يعني هذه هي صورة الراحلة دكتورة عفاف الصادق النيل لها الرحمة والمغفرة يمكن ده أبرز خبر كان حزين جدا في هذا الأسبوع ومع بداية هذا العام الجديد لها الرحمة والمغفرة والقبول إن شاء الله أنا بطلع فاصل وأرجع أشوف ضيفي منه في حلقة اليوم والحاجات اللي خاطتنا نحن دي ده